خلال الحرب العالمية الثانية وتحديداً في الشهور الأخيرة من الحرب، تعرضت مدينة كوب اليابانية لهجوم قوي جداً، لدرجة تخيلوا أن رمت على هالمدينة خلال يومين فقط 331 قنبلة، وكلها على وقتها من أقوى أنواع القنابل. وهذا الشيء سبب دمار كبير للمدينة، وتقريباً نص المدينة انمسحت. فلك أن تتخيل كيف حال الناس اللي كانوا عايشين في مدينة كوبي في هذيك الفترة، كيف يجيبوا أكل، كيف يجيبوا ماي، كيف قادرين يناموا في وسط هالحرب، وأساساً وين يناموا دام أغلب بيوتهم تدمرت. فاللي كتب هالقصة أكيوكي نوساكا هو واحد من الأشخاص اللي كانوا موجودين في مدينة كوبي في هذاك الوقت، وقال إن هالقصة اللي كتبها هي بنسبة كبيرة نفس التفاصيل اللي صارت له بنفسه. يعني الكاتب مو قاعد يألف أشياء من خياله. ومن كثر ما إن القصة مؤثرة، لما سووا فيلم عنها التلفزيون الياباني قرر كل سنة يعرض هالفيلم في تاريخ 15 أغسطس اللي هو ذكرى نهاية الحرب، ولليوم التلفزيون الياباني تعرضه ولأكثر من 36 سنة. فوش هذه القصة اللي تخلي التلفزيون الياباني بكبره تعتبره رمز لها؟ وليش هالقصة انتشرت حول العالم وأثرت على ناس كثير؟ فجهز لك حاجة تاكلها أو تشربها، لأن هالقصة من جد من جد لازم انك تركز فيها. وخلونا نعرف التفاصيل مع بعض، وبسم الله نبدأ. في تاريخ 5 جون من عام 1945، في خلال هذه الفترة كانت الحرب العالمية الثانية بعدها في النص، القنابل ما زالت تنرمي باستمرار، وللآن في 5 مدن يابانية مسحت بالكامل. فعرفوا سكان مدينة كوبي ان الدور جاي عليهم، فلازم يكونوا جاهزين وجهزوا لهم اماكن عشان يتخبوا فيها. فسيتا اللي عمره 14 سنة كان موجود في بيته، وكانت امه واخته الصغيرة ستسكو كو معاه في البيت، وكل هاللحظات ويسمع صوت صافرات الانذار. طبعا صافرات الانذار معناها ان في خطر راح يصير لكم بعد دقايق، فحاولوا تهربوا بسرعه وتختبوا في الملاجئ. فسيتا اول ما سمع صوت الصافرات هذه على طول راح وحفر له حفره في البيت، وحط في هذه الحفره جميع انواع الاكل، العيش والخضروات والسمك والبيض وكل الانواع. وطبعا سوى زي كذا عشان حتى لو تدمر منزلهم يكون عندهم أكل احتياطي. وبعد ما خلص وحط الأكل في الحفرة، كان عندهم خيارين عشان يتخبوا من القنابل. الخيار الأول إنه يتخبوا في ملجأ حفروه تحت بيتهم، ويعتبر هذا الملجأ ضعيف نوعا ما. والخيار الثاني إنه يروحوا يتخبوا في ملجأ أبعد شوي من بيتهم، لكنه ملجأ اسمنتي، وأكيد واضح إن الخيار الثاني كان آمن أكثر. فطلب من أمه إنه تروح للملجأ الاسمنتي لأنها كانت مريضة وتعبانة، وما راح تقدر تتحمل أي ألم يجيها لو تخبت في ملجأ حق بيتهم. وبالمقابل سيتا مع أختها الصغيرة ستسكو راح يتخبوا في ملجأ البيت. وكل هاللحظات ويبدأ سيتا يسمع صوت صواريخ قوية من جنبه، الصوت كان قريب جدا منه ويخوف. ولما يرموا القنابل تكون على شكل مجموعات، يعني ما تنزل قنبلة واحدة بس، لا لا، تنزل مجموعة قنابل مرة واحدة. فلما عدت هالمجموعة من القنابل حس سيتا بالهدوء وأن الحمد لله عدت على خير. لكن كل هاللحظات ويرجع سيتا يسمع نفس صوت القنابل مرة ثانية. هالأصوات تكررت طول اليوم بدون ما تنقطع أبدا، والخوف بدأ يسيطر على سيتا أكثر وأكثر. ولاحظ سيتا أن أسطح البيوت اللي جنب بيتهم بدأت تنهدم، بدأ يشوف النار من كل مكان حوله. سيتا حس أن ضربات قلبه قاعدة تزيد، خايف كثير أنه ممكن في أي لحظة تنرمي قنبلة على بيتهم، فحس أن الوضع مو أمان أبدا ولازم يروح يتخبى في مكان ثاني. فقرر يروح إلى نفس الملجأ اللي تخبت فيه أمه، وهو قاعد يحاول يركض يهرب من القنابل اللي حوله، وحاول يبتعد عن الغاز الأسود اللي يشوفه في كل مكان، لين ما قرب من الملجأ اللي راحت لأمه، لكن شافه كله مدمر وكل نيران. سيتا في هذه اللحظة كان خايف كثير وما يدري وين يروح بالضبط، والحين الخوف ازداد أكثر وأكثر
لأنه ما يدري إذا أمه تمام أو لا، فقرر أنه يهرب للشاطئ اللي موجود في غرب مدينة كوبي. ومع أن الشاطئ ما كان في أي مكان يحميهم، لكن سيتا تعب كثير من الركض والنيران اللي كانت حوله طول الوقت، وتعب لأنه كان يحمل أخته الصغيرة على ظهره طول الوقت. فقرر أنه يرتاح في هالمكان مؤقتا على أمل أنه ما يصير لهم أي شيء. طبعا سيتا طول هالوقت كان تفكيره بأمه، ومع أنه كان يطمئن أخته الصغيرة أن أمهم تمام ما صار لها أي شيء، بس هو يدري أنه هو قاعد يحاول يقنع نفسه بهالكذبة، لأن اللي شافه من ملجأ أمهم أنه كان كله مدمر وفي نيران، فبتصير معجزة لو فعلا ما صار لها أي شيء. فبعد ما ريحوا شوي في الشاطئ، قرروا أنه يحاولوا يلاقوا لهم مكان حقيقي عشان يتخبوا فيه. لكن المصيبة أنه كل ما مروا عند مكان يطلع المكان مدمر، حرفيا تحس أنه ما بقى أي مكان في المدينة ممكن يحسوا فيه بالأمان. وما أتوقع فيه أصعب من هالشعور، أنك تضل خايف طول الوقت وما عندك مكان تتخبى فيه أو تحس أنك تقدر تنام فيه وانت مطمن. يا ساتر يا الشعور الصعب. فسيتا خلال هذا الوقت ما كان يدري وش بيصير في المستقبل أو وش يسوي في هاللحظة. الشيء الوحيد اللي يعرفه إن صوت الانفجارات بدأ يهدأ شوي شوي، ومع المشي حقهم بدأ سيتا يشوف الناس تدريجيا من حوله، وطبعا كلهم عائلات مرهقين وتعبانين من هالليلة الصعبة، وكلهم كانوا موجودين على الشارع ما عندهم أي ملجأ أو أي مكان يتخبوا فيه. فسأل سيتا الناس اللي كانوا موجودين عن المشفى الموجود في هالمكان، وطبعا سأل عن المشفى لأنه زي ما قلت لكم أن أمه مريضة وتعبانة وكان عندها مرض في القلب، فغالبا هي بتكون موجودة في المشفى. وفعلا راحوا عند المشفى اللي هو أساسا مبنى مدرسة لكن حولوه مشفى مع الحرب، وهناك قابلوا واحدة من جيرانهم. هالجارة قالت لسيتا خبر ما كان أبداً يبغى يسمعه. قالت لنا أمك انصابت، روح تطمن عليها بسرعة. فبسرعة سيتا ترك أخته ستسكو مع الجارة وراح تطمن على أمه على طول. ولما دخل سيتا المشفى انصدم إن في عشرات الأشخاص طايحين في الأرض وتعبانين. عدد الأشخاص والمشهد العام هذا كان مشهد يخوف، وكان يتمنى من داخله إن أمه ما تكون واحدة منهم، لكن مع الأسف شاف أمه بصورة أسوأ مما كان يتمنى. أمه كانت مصابة في كل جسمها، وأغلب جسمها متغطي بالشاش. فقال للممرض ان امك نامت بصعوبة وضروري ننقلها لمستشفى حقيقي، مع ان في هذاك الوقت ما كانوا يدروا اذا فعلا في مستشفى حقيقي او كل شيء تدمر. ولكن المهم قرر سيتا انه يرجع لاخته الصغيرة ستسكو، وحاليا الشيء الوحيد اللي يقدر يسويه انه يعتني باخته بقد ما يقدر. فلما رجع لها قال لها ان امي مو بخير لكن مع الوقت راح تتحسن، وعشان كذا قرروا اليوم انه يبقوا قريب من المشفى هذا، واذا نقلوا امهم للمستشفى الحقيقي بكرة راح ينتقلوا يسكنوا في بيت صديقة امهم اللي بيتهم قريب من المستشفى. فناموا وجا اليوم الثاني، وسيتا من الصباح نقل اخته على بيت صديقة أمهم وخلاها هناك ترتاح وتنام. بعدها رجع لمكان المشفى عشان يتأكد أن ينقلوا أمه للمستشفى الحقيقي، وفعلا شالوها وحطوها في السيارة ومشوا طول الطريق. ولما وصلوا عند المستشفى كان صعب جدا يشيلوا أمه لأنها مجروحة في كل مكان وأي لمسة ممكن تأثر فيها، واضح حالتها بدأت تصير أسوأ وأسوأ لين كلها دقايق والأم توفت بالكامل. سألهم سيتا هل تقدروا تشيلوا الشاش عشان أشوف وجه أمي على الأقل، لكن قال للطبيب إنه مو من مصلحتك تشوف هالشيء. ومع أن المفترض إن هالرحلة تكون عشان يودي أمه للمستشفى، لكن تحولت لرحلة عشان يدفن أمه. وفعلا سيتا راح ودفن أمه بدل ما يعالجها. يا الله يا جماعة. وطبعا لازم تعرفوا ان بعد الخبر المؤلم هذا لازم انه يروح لاخته وبيت صديقة امه بدون ما يبين لاخته الصغيرة اي شيء، ما يبين انه زعلان عن اللي صار، ويبقى دائما يطمنها انها امه بخير وتمام. فرجع في هذاك اليوم في وقت متأخر لبيت صديقة امهم، ومباشرة سألت ستسكو هل امي للحين مريضة؟ قال لها ايه للحين هي تعبانة، لكن لما تصير تمام راح اوديك عشان تشوفيها. والله العظيم انه موقف صعب، والصعب أكثر
ان هذا عمره 14 سنة بس. والشيء اللي ما تعرفوه ان ابو سيتا وستسكو هو ملازم اول في البحرية، يعني رايح يحارب، وصار لهم فترة طويلة ما سمعوا عنه اي اخبار، فحاليا ما في اي شخص كبير يساعدهم الا صديقة امهم. فيعني حاليا مطلوب من سيتا انه يعتني باخته الصغيرة، ولازم انه يكون هو مصدر القوة لها، وابوه ما يعرف عنه اي خبر، وامه توفت قدام عينه، وفوق كل هذا بيتهم احترق وهم في وسط حرب. يعني والله العظيم يعجز لساني عن وصف الشعور هذا. في اليوم اللي بعده رجع سيتا لبيتهم القديم، وشاف ان كل الحارة حقتهم اتدمرت بالكامل، كل البيوت صارت حجر في الارض. وتذكروا الحفرة اللي قلت لكم عنها ببداية القصة؟ سيتا رجع عشان ياخذ الاكل منها، والشيء الحلو ان الاكل ما زال بحالة جيدة، ممكن يستفيدوا منه وياكلوه، فاخذ الاكل معاه ووداه لبيت صديقة امهم، وخلينا نسميها من الحين الارملة، وهذه التسمية اللي موجودة في الكتاب نفسه على فكرة، مو من عندي ها؟ لا تجي تكتب في الكومنتات خلاص. واكيد ان الارمله انبسطت ان حصلت كل هالانواع من الاكل اللي يعتبر في وقت الحرب حاجه نادره جدا. لكن المشكله حاليا ان بيت الارمله يعيشوا فيه 5 اشخاص، الارمله وبنتها وشخص مستاجر غرفه وعايش معاهم في البيت، وطبعا سيتا وستسكو. وبسبب هذا العدد اللي يعيشوا في البيت بدا الاكل يخلص حبه حبه، ومع الاسف في الفتره هذه المكان اللي كان يشتغل فيه سيتا قبل الحرب ابنه حقهم تدمر، وحتى المدرسة حقته احترقت، فما في مكان يقدر يروحه عشان يساعد انه يجيبوا اكل او انه يجيبوا فلوس. وهنا قررت الارملة انه تطلع ملابس امهم، فقالت لسيتا انه وش رايك نبيع الملابس امك وبالمقابل ناخذ بدالها رز. وهي خلال هذه الفترة كانت دائما تبيع ملابسها وتاخذ بدالها اكل، فهذا الشيء هي متعودة عليه اساسا. ورغم ان سيتا كان رافض انه يبيع كل ملابس امه، لكن الارملة اجبرت على هالشيء. وطبعا بما انهم يحتاجوا تغذية والسيتا مو قادر يشتغل ولا يجيب فلوس، فما في حل ثاني حاليا، اكيد الاكل اهم واولى من الملابس. وفعلا باعوا ملابس امهم واخذوا بداله كمية كبيرة من الرز، الرز هذا ممكن يأكلهم لفترة طويلة. فالمهم يعدي كم يوم ويقعد سيتا في نص الليل في يوم من الايام ويسمع الارملة قاعدة تتكلم، واضح انها متضايقة منه ومن اخته. ومع الوقت تعاملها الطيب اللي في البداية بدأ يتغير تدريجيا، وزي ما تعرفوا حاليا ما في أي مصلحة ممكن تستفيد منها الأرملة من سيتا وستسكو، لا أكل ممكن يجيبوا لها، لا فلوس يقدروا يعطوها، وحتى شغل ما عندهم. فكانت الأرملة دائما تتهمهم أنهم يأكلوا كثير، وحتى الرز اللي جابته من ملابس أمهم كانت تعطيه لبنتها. واستمر الوضع زي كذا لأيام، كل يوم بنتها والمستأجر يأكلوا أحسن أكل وهم يكتفوا بماء الرز، ومع ان سيتا قال لها ان ترى هذا الاكل او الرز ترى من ملابس امي، المفروض اللي احنا ناكله. لكن ردت عليه الارمله انه وش تقصد؟ تقصد ان انا احاول اخدعكم؟ كيف تتجرأ تقول زي كذا وانا اللي سكنتكم عندي في البيت؟ فقالت لسيتا ان روح دور لك اقاربك او شوفهم، يمكن تقدر تسكن عندهم. وسيتا ما يعرف وين مكانهم، فما يقدر حتى انه يتواصل معاهم بطريقه معينه، فمضطر انه يتحمل كلام الارمله. على الاقل هنا عايش في بيت وقادر ياكل حتى وبمعاملة سيئة نوعا ما. لكن الأرملة بدأت تنزعج أكثر وأكثر من تصرفاتهم، فمثلا ما كانت أنها ترضى أن ينشروا ملابسهم في حبل الغسيل اللي موجود في ورا البيت، وممنوع يستخدموا الحمام وانتوا بكرامة، فما كانوا يقدروا يسبحوا إلا في الحمام العمومي، وطبعا الحمام العمومي ما تقدر تستخدمه إلا كل 3 أيام. فمع الأسف سيتا وستسكو كانوا أغلب الوقت غير نظيفين، وهذا بعد اللي سبب إزعاج أكثر وأكثر للأرملة. يعني هذه ترفع الضغط، ترى أنت اللي مراضية تخليهم يستخدموا الحمام ويسبحوا، وبعد تتحلطمي على ريحتهم، هذا اللي بقوم أجلدها. وطبعا بما أن سيتسكو كانت طفلة، فكان لما تسمع صوت صافرات الإنذار أو الصواريخ في نص الليل تقعد تبكي، وطبيعي هالشيء لأنها طفلة. لكن الأرملة لا، مو عاجبها، قعدت تتحلطم عليهم أكثر وأكثر. لا هذه بتنجلد، وين لنا يا بنت الحلال طفلة،
طفلة والأرملة ما اكتفت بكل هذا وبدأت حرفياً تخليهم ما يطلعوا أي صوت، أي صوت يطلع منهم على طول تقوم تصرخ عليهم وتسبهم، ومع أن الأرملة كانت المفروض صديقة لأمهم، لكن هذه غريزة البقاء يا شباب، إنها تبقى على قيد الحياة صار أهم عندها بكثير من أنها تساعد أي شخص. فحرفياً خلاص وصل الوضع لسيتا وستسكو مستحيل يقدروا يعيشوا فيه أكثر من كذا، فقرروا إن يسووا خطوة صعبة وهي إن يعيشوا لوحدهم في كهف من الكهوف. رغم أن الكهف اللي حصلوه كان حرفياً ما ينعاش فيه، لكن شافوه كمكان عظيم بالنسبة لهم، شافوه كأنه أحسن مكان ممكن يعيشوا فيه، على الأقل يقدروا يناموا في أي وقت، ممكن يطبخوا أكلهم بنفسهم، ممكن يتكلموا بدون ما أحد يجي ويصرخ عليهم ويسبهم، وحتى من ناحية السباحة فكانت في بحيرة قدام الكهف حقهم يقدروا يسبحوا فيها. والشيء الجيد أن عرفوا أن أمهم كان عندها في البنك 7000 ين اللي هو تقريبا 45 دولار. طبعا 45 دولار في وقت الحرب العالمية الثانية كان شيء كبير، وطبعا عشان يستخدموا هالفلوس لازم انهم يشتروا الاشياء من السوق السوداء، وفعلا اشتروا اكل والمفروض ان وضعهم بدأ يتحسن، عندهم اكل، عندهم مكان يعيشوا فيه، الماء متوفر، وتعرفوا الاكل اللي ينحط في الانمي لما يرسموه ويطلع كذا شكله رهيب وفي دخان يطلع وتعز انه ودك تجربه، نفس هذا الاكل كانوا طابخينه لهم، ولما تشوف الرسوم خلاص انت تعرف ان الحبايب هذول راح يضربوا ضرب في الاكل. فخلاص الوضع حاليا ممتاز وبدأ يتحسن حبة حبة الحمد لله، لكن لازم اذكركم ان سيتا للان مخبي خبر وفاة امهم عن ستسكو اخته، لكن سيتا كان دائما عنده حس المسؤولية انه يعتني باخته، ما كان يبغى يبين لها اي حاجة ممكن تزعلها، فسيتا كان دائما يبغى يكون مصدر القوة لها خصوصا في هالوقت الصعب من الحرب. وفي الجانب المقابل ستسكو كانت تخاف كثير من نومة الكهف لأن المكان كان ظلمة تماما حرفيا ما تشوف فيه أي شيء، فقرر سيتا أنه يلاقي حل، والحل هو أنه يحاول يجمع أكبر عدد ممكن من اليراعات، واليراعة هي مثل الحشرة المضيئة اللي ممكن تنور لهم المكان. وفعلا سيتا قرر يجمع لهم عدد كبير من اليراعات، حطهم في صندوق، وأول ما طلع اليراعات من هالصندوق النور في الكهف صار قوي جدا لدرجة أن سيتا وستسكو رغم ان هالشيء بسيط جدا ورغم انهم كانوا عايشين في بيت فيه اضاءة وكهرباء حرفيا خلوهم يفرحوا كثير اكثر بمراحل من لما كانوا عايشين عند الارملة. يا جماعة هذه المواقف البسيطة تبين لك وش كثر هم اطفال، ناس بريئة وما لهم أي ذنب اللي قاعد يصير من حولهم. فبعد فترة من الوقت ماتوا نص اليراعات اللي كانوا موجودين في الكهف، وهنا ستسكو قررت ان تدفن هذه اليراعات عند مدخل الكهف قبر اليراعات اللي هو نفس اسم الرواية. فوهي قاعدة تدفن اليراعات قالت لسيتا ان حتى امي هي موجودة في قبر صح؟ هالشي قالت لها الأرملة من فترة، لكن حتى ستسكو ما كانت تبغى تبينه قدام أخوها. وهنا سيتا لما سمع كلامها لأول مرة من بداية الحرب نشوفه يبكي، ما بكى على بيته اللي احترق، ما بكى على أمه في بداية الحرب، ما بكى على ملابس أمه اللي انباعت، ولا حتى بكى على أبوه اللي مو قاعد يرد عليه. الحين سيتا بكى لما درى أن أخته تدرى عن اللي صار بأمه، وهو يبكي من كل قلبه قال لستسكو أنه بنروح نزور قبرها قريب. يا جماعة والله العظيم إنه شيء مو طبيعي، جسم تقشعر والله. فمع الوقت سكان المدينة بدأوا يعرفوا إن سيتا وستسكو يناموا في هذا الكهف، ومع أنهم يدروا بهذا الشيء لكن زي ما قلت لكم غريزة البقاء في وقت الحرب كل واحد يفكر بنفسه وبعائلته، مو وقته نقعد نساعد أطفال ولا غيره. ومع نومة الكهف لفترة طويلة وخصوصا إن ما في باب يغطي الكهف من الهواء ولا من الحشرات ولا أي حاجة، بدأ سيتا يحس بمرض الإكزيما في يده، وبدأت ستسكو تصير أضعف وأضعف خصوصا أن فلوس أمهم بدأت تخلص بشكل تدريجي، وما كان عندهم أي شغل يجيب لهم فلوس
أو أكل. وأساساً مع الوقت بدأوا المزارعين ما يبغوا ياخذوا الفلوس، يعني حتى المزارعين اللي عندهم أكل كانوا يبغوا يحتفظوا بهالأكل لنفسهم عشان يقدروا يعيشوا. يعني نقدر نقول إنه وصل وضع مدينة كوبي لأسوأ مراحلها. ومع الوقت تبدأ الطفلة ستسكو تمرض أكثر وأكثر، ومع أن نصحهم المزارع إنه روحوا ارجعوا اسكنوا عند الأرملة، لكن سيتا أكيد رفض هالشيء. هو طلع منها عشان مو قادر يعيش معاها أكثر، تبغى الحين يرجع لها؟ أكيد هالمرة لو رجع بتعامله أسوأ من قبل بكثير بعد. سبحان الله يا جماعة، الكرامة عند الإنسان فوق كل شيء. حتى لو يدري إن لو راح لها راح يأكل أكل زين وراح ينام في مكان زين، لكن كرامته تخليه يرفض هالشيء. وهنا سيتا مع الأسف قرر إنه يسوي شيء أسوأ من إنه يسكن عند الأرملة، وهي إنه يحاول يروح للمزارع ويدخلها ويسرق الأكل منها. لكن على الرغم من إنه كان يسرق، لكنه كان يسرق أشياء بسيطة جدا بس عشان يقدر يعيش هو وأخته. حبة طماطم واحدة، حبة خيار واحدة، وتذكروا إنه هو كان عنده فلوس، بس المزارعين مو راضين ياخذوها، عشان كذا ما تدري اذا تعذر على اللي سواه او لا. لكن سيتا مع الوقت بدا يطمع اكثر واكثر، بدا يسرق اكثر وبكميات اكبر. وفي ليله 31 جولاي طلع احد المزارعين من بيتهم وشاف سيتا وهو قاعد يسرق من مزرعته، فمسك وضرب سيتا وراح معاه لين الكهف. وهنا شاف المزارع ان في اكل اساسا كان مسروق من ايام قبل، ومع ان سيتا حاول يشرح له ان اخته مريضه وتحتاج اكل وما راح يكرر السرقه مره ثانيه، لكن المزارع ما اقتنع ابدا بهالكلام، راح على طول وداه مركز الشرطه. فالشرطي لما شاف وضع سيتا ووجهه كيف مضروب قرر انه ما يسوي له ولا شيء وخلاه يمشي. شكرا يا الشرطي، شكرا شكرا. احنا كلنا ندري انه هو سرق وهذا الشيء اكيد غلط، بس حرام يا جماعة حرام. وش تبغى يسوي؟ عنده فلوس بس مو قاعدين يعطوه اكل. ولكن لثاني مرة من بداية الحرب سيتا يطلع من عند الشرطي وهو يبكي، يبكي لانه ما قدر انه يحصل اكل هالمرة، ويبكي لانه مضروب من المزارع. ومع بداية شهر أوغست كانت في هجمات مستمرة من الطائرات على المدينة، فقرر سيتا اللي توه مضروب من قبل كم يوم إنه يستغل هالهجمات. هو يعرف إن كل الناس في وقت الهجمات تترك بيوتها وتروح تختبئ في الملاجئ، فلكم أن تتخيلوا بوسط النيران والهجمات سيتا قرر إنه يدخل بيوت الناس ويسرقها. وتخيلوا الأصعب، إنه كان يمشي بالأكل اللي سرقه لين الكهف وسط انفجارات ونيران. أنت متخيل وش ممكن الخطر اللي يصير له؟ حرفيا كان ممكن يموت. بس لما رجع سيتا للكهف وهو حامل الأكل معاه شاف أخته طايحة على الأرض، وجهها كان كله أبيض، تحس إن حتى الدم مو قاعد يتحرك في جسمها. فسيتا على طول قرر انه يوديها للطبيب الموجود، والطبيب قال له ان اختك عندها سوء تغذية، هي كل اللي تحتاجه انها تاكل. فسيتا وهو طالع من عند الطبيب سمع الناس قاعدة تتكلم ان الحرب انتهت، اليابان استسلمت وخسرت في الحرب. فلما سمع سيتا هالخبر استوعب انه ممكن ابوه يرجع الحين ويساعدهم، فقعد يسأل الناس انه وش صار على فريق البحرية اللي كان يشتغل فيه ابوه. فقال له شخص ان هذا الفريق غرق من زمان وما قدر ينجو منهم أي أحد. أنا أبغاك تتخيل وش شعور سيتا في هذاك الوقت، يعني حتى الأمل الوحيد والشخص الوحيد اللي ممكن يجي ويساعده مات. يا جماعة أنا مو متخيل إن هذا كله صار في الحقيقة، هذه مو قصة خيالية. وفي تاريخ 22 أوغست بعد انتهاء الحرب ستسكو مرضت أكثر وأكثر، وصلت فيها لمرحلة من سوء التغذية إن حتى يد الدمية حقتها صارت أسمك من يد ستسكو. بعيد الجملة عشان تستوعبها، يد الدمية صارت أسمك من يد ستسكو، وكل هذا بسبب قلة الأكل. ففي هذاك اليوم سيتا أخيرا لقى له مجموعة أكل، فكان راجع للكهف عشان يعطي هالأكل لأخته، ولكن شافها منسدحة على الأرض مو قادرة تتكلم، وجهها أبيض كثير، ومع الأسف ميتة قدامه. تخيل ان تنتهي الحرب وانت صبرت وتحملت ووصلت الى اخر نقطة حرفيا، وجبت اكل لاختك عشان تعيش، لكن تموت يمكن قبل دقائق من ما توصل للكهف.
وفي هذيك الليلة جت عاصفة في مدينة كوبي، فما كان سيتا قادر يروح أي مكان، فاضطر إنه يقعد ينسدح وينام جنب أخته الميتة. وعلى فكرة سيتا ما بكى، مو عشانه ما يحب أخته، لكن حرفياً من كثر الأخبار السيئة اللي تجي من كل مكان مو قادر يستوعب الصدمة. وفي صباح اليوم الثاني سيتا حمل أخته على ظهره ووداها المقبرة ودفنها مع دميتها ومع علبة الحلوى اللي دائماً تحبها. الكاتب يقول ان تفاصيل هالقصة شبه صحيحة 100%، لكن المفارقة انه هو ما كان حنون على اخته مثل سيتا، بالعكس سيتا كان دائما تفكيره باخته ويخاف عليها، لكن هذا عكس الحقيقة. فالكاتب حاس بالذنب لان اتخذ قرار انه ما يرجع لبيت الارمل، لو انه تحمل كلامها وتصرفاتها كان اخته لليوم عايشة. وبسبب شعور الكاتب بالذنب وبالاهمال قرر انه يكتب هالقصة رسالة اعتذار لأخته. وهالقصة وهالفيلم ليومنا هذا يعرض في التلفزيون الياباني ويعتبر كذكرى سنوية ليوم انتهاء الحرب. ففي الأخير بقول إذا أنت شخص عشت في هذه الظروف فتأكد أنك قوي، وقوي كثير بعد. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنك تكون شخص عشت بهالظروف معناها الله يدري أنك قوي واختارك أنت بالذات لهذه الظروف. ركز أنه من بين كل الناس اختارك أنت، لأنه يدري أنه بتقدر تتحمل هالمعاناة وبتقدر أنك تتجاوزها، وأنا متأكد أن العوض اللي بيجيك راح يكون عظيم جدا، وإذا ما جاك في الدنيا فأكيد بيجيك في الآخرة. أتمنى أني قدرت أوصل ولو نص المشاعر اللي عطتني إياها هذه الرواية وهذا الفيلم العظيم. فأعطوني رأيكم بالقصة تحت في الكومنتات، وبس والله.